انت كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كلشي مزيان؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. ايوا الغزالات ديالي كي كدوزوا عطلة الصيف ديالكم وهاد الصهد مع هاد الشيء، ولا راكو سخنانين بالمشاكل اللي كيبانوا في اليوتيوب؟ والله لا شيء مضحك. على هاد الهضره اللي قلت لكم دابا، وانا حلا اليوتيوب وانا كنشوف مجموعه ديال لي فيديو ديال سميتها وديال المدابزات وديال القيل والقال وديال ديال ما نقول لكمش ديال الباز وديال ما نقول لكمش شنو واقع في هاد اليوتيوب. ممكن راكو كلكم تصدمتوا في حالي. المهم انا اثار انتباهي واحد الموضوع اللي ما قديتش نزيد نسكت عليه، ما قديتش نزيد نسكت، قلت لابد غادي ندير نطلع فيديو في هاد الشان. هذا انا ماشي من هاد النوع اللي كيعجبو يهضر. انا كيعجبني ندير الحاجه اللي كتعجبني انا نديرها، ولكن هاد المنظر اللي شفتو انا ضغط عليا بزاف وجعلني انني ندير بحال هاد الفيديوهات. يعني اليوم غندير لكم فيديو مغاير على جميع الفيديوهات اللي من نهار حلينا القناه وانا كنعرضهم لكم. يعني هاد الفيديو فريد من نوعه. هاد الفيديو كيهضر على واحد الظاهره اللي راه دابا بدات تبان، واحد الظاهره واش عاد بدات تبان ولا كانت منذ القدم غير كما نقولوا واحد النقطه في افاضه السطل. يعني واش كاع حنايا المغاربه كيعجبنا نبهدلو والدينا؟ واش حنا كاع المغاربه كنحماق ونسمعو شي حد كيبهدل والديه؟ واش حنا المغاربه عندنا عادي نخطف والدينا ونسبوهم؟ واش حنا المغاربه عندنا مساله الوالدين ماشي شيء مقدس؟ واش حنا المغاربه ما كنحترموش والدينا؟ واش حنا المغاربه ما كنرحموش والدينا؟ واش حنا المغاربه عندنا والدينا زايد ناقص؟ عافاكم لما جاوبوني على هذه الاسئله، مع العلم ان هناك مجموعه من الاسئله اللي مازال بغيت نطرحها عليكم ونتمنى تجاوبوني في لي كومونتير. مجموعه من الناس غيقولوا لي ما يعجبهمش الحال حيت هما عجبهم ديك الشوهه اللي كاينه في اليوتيوب. بلا ما نقول لكم كيفنا هي، راكو عارفين ديك الشوهه ديالاش. واش حنا المغاربه ولينا كنشوفوا مساله انا نهرو والدينا شيء عادي ساري به العمل؟ انا بعدا راني تصدمت، انا بعدا جاتني واحد الصدمه اللي ما قديتش نصدقها. واش سي فغي نتوما المغاربه كتعجبكم الشوهه وكتطلعوها وكديروا لها المليون ديال الفي؟ واش نتوما المغاربه هادو هما المواضيع اللي كيعجبوكم؟ ويمكن داكشي علاش حنا ولينا اللور، غاديين في كلشي اللور، حيت حنا ولاو كيعجبونا بحال هاد الفيديوهات، ولاو كيعجبونا هاد الظواهر، ولاو كيعجبونا بحال هاد قلة التربية، ولا كيعجبنا بحال هاد اللامبالاة للوالدين، ولا كيعجبنا أننا ننسلخو من الدين ديالنا ومن الأعراف ديالنا ومن التقاليد ديالنا. الله يرحمكم الوالدين لما جاوبوني على هاد الأسئلة. انا راني غادي نحماق، بغيت نعرف الجواب، واخا انني لقيت مجموعه ديال الاجوبه اللي الناس مشجعين وبغاو ينوضوا يخرجوا يديروا وقفات ويديروا هذا ويوقفوا مع اسماء بيوتي. انا دابا قلت لكم الاسم. واش الناس بغات دير بنيتها بغات تنوض تخرج ودير وقفه تساندها في هذا المشكل اللي راها فيه؟ واش بنيتكم؟ انا كنخاطب دوك الناس اللي كلهم تخرجوا، ومجموعه ديال اليوتيوبرز اللي خرجوا وبقاو نحن كلنا فلانه، نحن كلنا فلانه. واش بنيتكم خرجتوا ودرتوا هاد الفيديوهات هكا؟ علاش مسكينه ما درتوش على ديك حنان اللي تغتصبت وتقتلات؟ علاش؟ واش هذيك ماشي انسان؟ واش هذيك الانسانه ماشي فقيره بنت الشعب؟ واش ماشي امرأة تعرضت للاغتصاب والقتل؟ علاش لي ما نهضروش عليها ونوضو نساندوها ونوضو نوقفو معاها ونديرو حملات ووقفات؟ علاش؟
لا للعنف ضد النساء، ثم لا للعنف ضد النساء، ثم لا للعنف ضد النساء. اليوم طرات الحنان، غدا تطرى الفاطمة، بعدو تطرى الكنزة، بعدو تطرى الإلهام. هذا راه واقع، خصنا نوقفوا ليه، خصنا كلنا نوقفوا مجندون ضد هاد الآفة هادي ديال العنف ضد النساء. خليتوا الموضوع اللي هو مهم، واللي مهم أنكم تساندوا وأنكم تحاربوا العنف في المجتمع ديالنا باش نعيشوا بسلام، ومشيتوا لواحد الموضوع اللي لا قيمة له، مشيتوا لواحد الموضوع اللي درتوا له بوم ونشرتوه ورديتوه هو في رقم واحد. يعني فوق ما نحلو اليوتيوب نشوفه هو رقم واحد. على الزعمة علاش ما كتيروش الانتباه وكتهضروا على الناس اللي مضرورين، على داك الطفل المسكين الصغير اللي تقتل بواحد الطريقه بشعه، تغتصب وتقتل، علاش ما نهضروش على داك الطفل هذاك؟ علاش ما نخرجوش فيديوهات ونناشد ونكونوا نقولوا حنا واقفين على رجل وحده مع الاسره ديالو؟ علاش ما نساندوش الاسره ديالو؟ علاش؟ اذا كتخليو المواضيع اللي تستحق المسانده، وكتمشيو المواضيع التي لا تستحق المسانده. اذا اخوتي رجعت لكم عاوتاني، المواضيع اللي تستحق المشاهده وتستحق النقاش وتستحق المسانده، لا نعي لها، نعطي لها اي اهتمام، ما كنعيروها حتى شي اهتمام. المواضيع التافهة كنوضو نزغلتو عليها. سيدة عندها مشاكل مع العائلة درجلها، هي تصالحت مع العائلة، باغا تصالح، وخا أن هناك تناقض في جميع المواضيع ديالها، في الفيديوهات ديالها، بالفيديو الأول والثاني والثالث والرابع كلهم متناقضين، جميع الكلام متناقض في حد ذاته، متناقض في حد ذاته. يعني موضوع كيناقض موضوع، كلام كيناقض. البارح مات سويمة صلحي، لا البارح مزيانه الله يعمرها دار، واليوم مات سويمة صلحي، وغدا لا غادي نولي نرجع ليك، انت على الراس انت على العين. انا براسي انا ما عرفت ما نقول البنات، انا صراحه ما عرفت ما نقول. الا كنتو كتشوفوا هذا الشيء عادي، راكو انا غملت انتوما الناس. نقول لكم صراحه، انا ما بغيتش نسكت، انا واخا قناه صغيره، ولكن غادي ندافع على رايي، على وجهه نظري، وعلى الظلم اللي سائر في البلاد ديالنا، على الظلم اللي كتظلموا عباد الله. انا لا للظلم، انا نعم مع الحق، انا مع الحق نعم كيف ما كان نوعه، ولا للظلم. مثلا باش نحقروا والدينا؟ لا. باش نشوهوا والدينا؟ لا. باش نطعنوا فيهم ونسبوا فيهم وردوهم بحال شي 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 خرقه ديال الزبل؟ لا. باش ردوهم حنايا قمامه النفايات؟ لا. باش نخليو الناس ما يحترموهمش؟ لا. باش نضحكوا عليهم الغادي والبادي؟ لا. اذا كلشي هادشي لا، واخا مع شنو يكونوا داروا فينا كيبقاو والدينا. امك ثم امك ثم امك، وعاد ابوك. اذا الوالدة خليوها ترانكيل. انا بعدا نلقى الوالدة ديالي غنبوس لها الطراب لرجليها. شو داك الطراب اللي كتصطم عليه الوالدة؟ غناكلو، غادي نديرو بحال الشكل ديال السميدة ولا زميطة، وغادي ناكلو. لقانا الاب ديالي ماشي غينهرني ولا يضربني ولا ما شنو غايقول لي، مصاب غير لقاه، غادي نطيحلو على رجليه ونبوسهم. عرفتوا واش كنقول لكم هاد الهضره؟ حيت انا فقد الوالدين ديالي، وعارفه قيمه الوالدين شنو كتسوى. لو اي واحد فينا عارف القيمه ديال الوالدين، والله ثم والله ثم والله ما يقول لهم واخا اوف، كيقال سيدنا كيقال الله سبحانه وتعالى، ولا تقول لهم اوف ولا تنهرهما. والله ما تقدو تقولوا اوف لدوك الوالدين، نهار تفقدوهم تعرفوا المكانه ديالهم، وتعرفوا شنو كانوا مغطين عليكم، وتعرفوا الفراغ اللي غيخليو عليكم، وتشوفوا شنو هي القيمه ديال الوالدين، وعلاش ربي عظمها. راه ما جاش سيدي ربي وعظم لنا مكانه الوالدين، ما جاش سيدي ربي والنبي وعظموا لنا مكانه الوالدين.
على دوك الناس اللي كيحملوا والديهم فوق ظهرهم ويطوفوا بهم الكعبه، ماشي ناس هذوك نضحكوا عليهم ولا نضحكوا عليها؟ هذاك راه زمو فوق راه فوق ظهره كيطوف الكعبه، هذاك راه هذاك راه كيغسل لمه ويمشط لها، ياك نضحكوا على هاد الناس هاد المرضيين؟ نضحكوا عليهم ياك. هادشي دابا هاد المجتمع كبغى يولي، بغى يولي يضحك على 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 الابن البار، يضحك عليه وما يعطيه حتى قيمه، ويعطي قيمه على الابن العاق. نقول لكم الصراحه، انا اللي غادي يخطف والديه كيتسمى عاق، كيتسمى عقوق، لان الله قالنا ما تقول لهمش تأوف، ما ادراك عاد نوض نخطينا في والدي او نسمح لشي واحد اخر يخطفهم. المهم البنات، المهم شتي انا كي شفت داك الفيديوهات قسما بالله كي شفت ديك الام تبكي والاب يبكي، بقيت غير كنبكي. واخا كنقولوا كانت سمعت حتى الفيديو ديال ديك السيده اللي كتبكي حتى هي على حالها وعلى الظلم اللي تظلمات، قلت الله يكون في العون لكل واحد، هي مازال صغيره وتظلمات، ربما تكون تظلمات، هي مازال صغيره عليك على اي، مازال صغيره مازال شابه، يعني تقدر تبدر منها شي اخطاء وداك الشيء، والناس ديالها ما صبروش معاها، ويمكن ما قدرتش تصبر على داك، يمكن كانوا كيربيوها كما نقولوا، كانوا كيوجهوها، كانوا كيوريوها الحاجه المزيانه والحاجه الخايبه وهي ما قبلاتهاش. حنا ما عشناش معاهم باش نعرفوا شنو واقع وشنو قالوا لها وشنو داروا لها، على حسب ما تروي هي الاحداث هي تعذبات وشقات وهذا، الله يكون في العون ديالها، ربي اللي غادي يعاسب كل ظالم غادي يحاسبه. ولكن مسألة أنها تقول العجوزة ديالها طرشتها، هذا لا يجوز، ما عندهاش الحق هاد العجوزة تطرش العروسة ديالها، لأن ماشي من حقها، ماشي بنتها، واخا بنتها ما تطرشتش، ما أدراك عاد بنت الناس، إلا كان سي فغي طرشتها، حنا ما شفناش الله أعلم بعلمه. ولكن نقولوا هذيك هذيك عروسة ماشي مشكل، غادي كيوقعوا المشاكل بين العروسة والعجوزة، حنا هادي منذ القدم الأسرة المغربية عندنا هاد التخوفات وعندنا هاد خذ الحذر. البنت غير كتزوج كنعطيوها اول نصيحه، خذي الحذر من عجوزتك، ماشي سيري واحترمي ورديها بلا سماك، واخا تزعف عليك ميمتك هذيك راه امك الثانيه، لا حنا ما كنسمعوش هذا الموضوع، كنعندها كيديري لها وفعلي لها وتركي لها، ربما ماشي كلشي، ماشي كلشي طبيعه الحال، انا كنعممش، انا كنعطي البعض وصافي. ولا ميم شوز كيحضروا عاوتاني للعجوزه، كتخاف ولدها مسكينه يتسرق منها، شحال هي حضنا عليه، كتحس بان صافي جات وحده اخرى دات المكانه ديالها، الله يكون في العون، هذا موضوع اخر للنقاش. ولكن البنات واحد الحاجه اللي ما بغاتش تقبل لي ولا تصرت لي، هي انني نخلي واحد اخر يعاير لي في والدي وانا نسكت، هي انني نعاير في والدي وواحد اخر يسب في والدي ويعايرهم وما يخلي ما يقول فيهم، سواء في المباشر في الفيديو او في الهاتف، وانا نسكت وانا حداها جالس وساكت، لا ما لا احرك ساكنا. المهم هذا خليتكم نتوما تعبروا وتقولوا لي وجهه نظركم فيه. اللي بغيت نقوله للبنات هو كما كان الحال هاد السيده كانت مظلومه، كما كان الحال كان عليها كما صبرت 11 عام تزيد تصبر مع دوك الناس، لانهم كما كان الحال فهم في بلاصه الوالدين ديالها، داك السيد في بلاصه باها وديك السيده في بلاصه امها، كيف ما كان الحال كيف ما كان الظلم عليها كان عليها تزيد صبر، صبرت 11 عام ودابا الحمد لله راها بخيرها وبرزقها وبدارها وبكل شيء وبوحديتها، اذا فين هو المشكل؟ انا اتساءل بحال اي واحد كيتساءل في المجتمع، انت اختي جالسه في دارك وبوحديتك ومع وليداتك وبرزقك وسمح لك الله، اللهم لك الحمد، واش داك عند هذيك السيده اللي ما كتحملكش وانت ما كتحمليهاش؟ يعني كاع دوك الاسطوانات اللي كنتي كتبيني ودوك لي فيديوهات اللي كنا كنشوفو كان غير كذوب، يعني كان نفاق فقط، كان انسان كنتي كتنافقيه، كتبيني له انك كتبغي او هو كيبينك كيبغيك، وكنتو كتنافقوا بعضياتكم وكنتو كتكذبوا على المشاهدين على المتتبعين على لي فاين ديالكم، اذا ما كايناش الصراحه من الاول، ما نقولوش من الاول انا صريحه معكم وانا انا كل معكم وانا كنحسبكم من العائله ديالي وكنصارحكم، اذا ما كانش هناك صراحه، اذا هذه واحد بين قوسين. حاجه اخرى البنات، انا كما قلت لكم انا جو سوي كونتر هذه الفكره، انني نسب والدي انا جو سوي كونتر،
البنات اللي بغيت نقول لكم هو انني محيتش دوك لي فيديو. واحد المره كنشوف تناقضات اللي طايحه فيه اسماء، مره مزيانه مره خايبه، مره ما تسواش، مره يعني العجوزه ديالها، مره مزيانه في الاول مزيانه خلصت عليا لوطيل، جابت لي اللعبه لبنتي بكدا، شريت لي قده وقده ديال الحوايج لولادي، جابت لي صاك ديال الحوايج من فرنسا غير مو العين، جابت لي وجابت لي وجابت لي وجابت لي ودارت لي وفعلت لي وتركت لي ودارت لي ودارت لي ودارت لي، ما كان غير دو بيان. ومن بعد ما وقعوا المشاكل، او لا بالاحرى من بعد ما ولا لاباس عليها، ترفعات وقفات على رجليها، ماشي عيب، صافي انفضات ديك العجوزه ديالها، ما بقاش عندها شي صلاحيه كما نقولوا حنايا، انتهت الصلاحيه ديالها، ولات اره ضرب فيها في الاخر، خرجت بالعصير العجوزتها. زعما هذا الشيء هذا كتشوفوه نورمال؟ ومن بعد عاوتاني انا سمحت، انا صافي، انا نعلت للشيطان، انا ربي هداني، انا صافي، هي راها عجوزتي وانا راني بحال بنتها، راها فوق راسي. واش هذا الشيء استحمار للمشاهدين، ولا تبغيل المشاهدين بلوتو، ولا تكليخ المشاهدين، ولا ما فهمتش؟ واش دوك الناس اللي كيشوفوا هاد لي فيديو واللي كديري لهم لي فيديو، واش رديتيهم بقري؟ رديتيهم بقر؟ رديتيهم ما عندهمش العقل؟ رديتيهم كما نقولوا حنايا قطيع من الغنم مسيرين مسيراهم؟ شنو زعما رديتي دوك الناس اللي كيشاهدوك، المشاهد بصفه عامه، باش كل مره تعطي له كلام؟ ما فهمتش، انا ما فهمتش، عافاكم اللي فهم يقول لي، اللي فهم فيكم القضيه يدير لي كومونتير ويفهمني، انا بغيت نفهم. حيت هاد السيده حيدت لنا الاحترام ديال والدينا، حيدت الاحترام ديال العجوزه، شرملاتها مسكينه، ما خلت فيها ما يتشاف، ردتها ما عرف شنو، شرملات للشيخ ديالها، ردته ما عرف شنو، لدرجه انك تقولي كاع، تقولي بان طمع فيك وفي الاخر ديتي انتي ولدو، كيفاش زعما؟ هادي ما فهمتش انا. انتي كنتي كتشوفي انه بالاولى شيخ كيطمع فيك، من بعد ديتي ولدو، من بعد عشتي معاه 11 عام في الدار، ما تسرطاتليش هادي. هادي اللي بغيت نتفهم، عافاكم اللي فهم يكتب لي كومونتير يشرح لي شنو فهم هو، شنو وصل، شنو فهم من هاد الهضره هادي. عاود مهم بزاف د المتناقضات في الكلام، كتضرب وتخطا مسكينه، ولات غير كتضرب وتخطا. مهم اللي سمع دوك الفيديوهات وشافهم يتمعن في الكلمات، الله يرحمكم الوالدين، حيت بعض المرات بدات كتشكي، وهجموا عليا وداروا عليا وفعلوا عليا، وجاو هرسوا وجاو شخشخوا. ومن بعد درت واحد المقطع، واحد المقطع بيناتنا فيه الشيخ ديالها جاي كيغوت حي نورمال، جاي للصالون د ولدو، يمكن كان كيظن بان الصالون د ولدو، وجا كأي اب نقولو ردة الفعل غضب، ربما نيرفز، راه بكونه هو كبير واب، الله يكون في العون، مرضاش جا باش يتفاهم مع ولدو، ولكن ما شفناه لا هرس لا شخشخ لا قال شي كلام شي حاجه. الما قالتك من بعد ما نكتفي غير بهذا المشهد، حيت هذاك هو المشهد اللي عندك، ما عندك شي مشهد اخر، لانك كان عندك شي مشهد اخر كون درتيه، لان ما بقالكش ما تخبي وما تحشمي، لان قلتي بزاف اختي، قلتي بزاف وبينتي بزاف. بنادم اللي كيحشم ما كيوصلش لهذا المستوى، ويبدا يعاير العائله ديالو في اليوتيوب، ويفضح ما مضى، ويفضح اللي كان واللي صرا واللي عاد غيصرا. حشومه كاع، والله الا حشومه. انا بعدا حشمت لها في البلاص. وواحد الحاجه اخرى عاوتاني، بديت كنشوف بان هاد السيده كانت في واحد القمع، كانت في واحد الضغط، كانت في واحد العبوديه، كانت في واحد كيما نقولوا حنايا، كانت عايشه في واحد القهره، واحد الحقره، وكانت ساكته وصابره،
كيفاش دابا دارت الصالون داكشي، علاش مابقاش صابره ويا تنفجر، لان دابا صافي راه كيما نقولوا حنايا تهزولها الكتاف، كيما نقولوا حنايا صافي راه ولات لاباس عليها. خليوها خليوها تنفجر، ماشي مشكل، انفجري اختي انفجري من حقك انفجري. ايوا اش غادي نقول لكم، انا بعدا اتساءل اتساءل ثم اتساءل ثم اتساءل. الا لقيتو شي اجوبه لهاد التساؤلات اللي طرحت عليكم سابقا، كتبوهم لي عافاكم في الكومنتير، ماشي تعايروني، راني ما ساهله شي. الا سمعت شي الا شتي شي معيار عندك وتصحابكم راني ساهله، لان المعيار ما كيقبلو حتى شي واحد، او لا يمكن من 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 نعير لهمش اهتمام نهائيا، ما نديهاش فيهم، لان ما نوصلش لذاك المستوى نبقى نتعاير في اليوتيوب، ما نهبطش لذيك الدرجه ولذاك المستوى، داك المستوى المنحط نبقى نتعاير مع الناس انا ما كنعرفهمش حشومه. قدرش خوي وخوي عاير فمو هذاك، هذاك نوع من النقد بطريقته انا كنحترمه، حتى اللي تعايرت اللي تعاير انا كنحترمها، ماشي مشكل، انا كنحترم واخا هي تعايرني هانيه، حيت حنايا صبارات، العيالات صبارات، كنصبروا بزاف. ممكن شي نهار يجي نفاجر كي كينفجروا كاع العيالات. لا راه ماشي كنتسلى عليكم، والله العظيم الا هذا الشيء كيضحك، هذا المستوى اللي وصل له اليوتيوب، هذا المستوى الحمامي قسما بالله لا كيضحك. كيضحك ويخلي الناس كامله تفرقع بالضحك، هاد المستوى وصلنا ليه، واش غادي نقول لكم، ما بقى لي ما نقول. الا عندكم نتوما شي حاجه تقولوها غير قولوها لي، الله يرحم كل والدي. اللي عنده شي حاجه يقولها لي في الكومونتير، بغيت نقرا في مجموعه الكومونتير سواء سلبيه ولا ايجابيه، مهم نشوف الراي ديال الراي العام، نشوف الناس كي كتفكر، بغيت نعرف الناس كي كتفكر، وكل الناس اللي كتسب واللي كتهضر واللي كتقذف، حيت كنسمع بزاف الناس كيشتكيو من هذا الشيء. انا مازال ما الحمد لله مازال، يمكن انا مازال ما معروفاش. انا مازال ما تعرفتش، نهار نتعرف غير ملي نتسب، كي نبدا نتسب عليها بديت كنتعرف. المهم انا هذا ماشي اسلوبي نهائيا، وما بغيتش الباز، انا كندير الهوايه ديالي، حيت انا كنموت على واحد الحاجه سميتها الطبخ، صحاباتي كلهم كيعرفوا هذه المساله، انني حادقه تبارك الله عليا. ايوا هذا مكان، ايوا البنات رجعت لكم عاوتاني، واخا دابا ما كملتش البارح الحديث والفيديو معكم، لان درت بزاف المقاطع ديال الفيديو، دونك خليت حتى الغدا، عييت من الهضره كما يقولوا. المهم البنات شنو اللي بغيت نقول لكم، مجمل القول، مجمل القول هو ان هذه السيده هذه درت الباز باستغلال براءه المشاهدين واستغلال البراءه ديال لي فان ديالها، كتنافق لي فان ديالها وكتكذب عليهم دائما، وكتراوغ مراوغه كبيره زعما الصراحه، وماشي ساهله كما يقولوا كما كتبان. انا نهار الاول كنت متبعات، انا كنت ملي فان ديالها وبقيت كنشوف، يعني دائما راه سنين، هذا دابا 3 سنين وانا كنشوف لها لي فيديو ديالها، دائما كنقول نبلولا عزت عليا مسكينه بسيطه وهذا وهذا درويشه وكدير وكدير، ولكن من بعد اختي بدا كيتضح لي بزاف الاشياء، لان حنايا ماشي قطع من الغنم، وماشي قطع من البقر، وماشي قطع من مين ومين 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 ومين، حنا ناس مشاهدين مثقفون وواعيين وكنعرفوا كل شيء، واخدين في الحياه وعندنا تجارب في الحياه، وكنعرفوا المزيان من الخايب، وكنعرفوا الصح من الخطا، وكنعرفوا شنو هي الاخلاق، وكنعرفوا شنو هي التربيه، وكنعرفوا شنو هو احترام الاخر، وكنعرفوا عدم الكذب على الاخر، يعني بزاف د الحوايج كنعرفوهم حنايا، حنا دينا وجبنا في الحياه، يعني ما غاديش تجي وحده وتبدا تنافقنا باش توصل هي اللي بغات وتوصل للمليون وتوصل تتجاوز المليون وتربح زباله فلوس على ظهر حنايا الابرياء، حنا اللي كنصدقوا اي حاجه كتقال في اليوتيوب. اذا دابا على حسب ما انا ما كيبان لي، يعني كلشي الناس كيكذبوا، كلشي الناس كذابين، دابا اي واحد دار شي فيديو نقول هذا غير كيكذب، ما عنده حتى شي علاقه من الصحه، يعني غير كيكذب وصافي، يعني هذا الشيء اللي غادي نوليو حنايا ناخذو من اليوتيوب، يعني الناس ديال اليوتيوب كلهم كذابين. ايوا لا ما يمكنناش نقولوا هكا، لان كاينين الناس كيهضروا من قلبهم، كاينين الناس كيشاركوا لنا الحياه ديالهم فعلا، وكاينين الناس مربيين ومؤدبين، وكاينين الناس الله يعمرها دار، وكاينين الناس ما كينافقوناش كيعاودوا لنا كلشي،
وكاين الناس اللي حتى الاسرار ديالهم كيقولوهم لنا، كاين الناس اللي كيشاركونا الحياه بصدق، كيشاركونا الحياه ديالهم بواحد الصوره مبسطه بسيطه كيفنا هي، بدون نفاق ولا كذوب ولا تزواق. هادشي اللي بغيت نقول لكم، حيت بغي ندير انا شي فيديو في اليوتيوب خصني نكون صادقه مع نفسي قبل ان اكون صادقه مع الغير، هذا هو الصواب. وما نقللش احترامي على الاخر كيف ما كيكون، ولهذا بلا ما نطلع عليكم البنات، بلا ما نطلع عليكم البنات، انا ضد داكشي اللي جات به اسماء من الاول الى الاخر، من الاول الى الاخر. ربما داكشي راه مفابريكي بيناتهم، ربما متفاهمين، وربما الله اعلم. دابا راه ولات الناس الزغا ولا الموت واللهف على الفلوس، ولات كتدفعهم يديروا بزاف د الحوايج. ومع كامل احتراماتي للناس الاخرين اللي هما عارفين رسانهم، يعني حنا دابا ولينا نشوفوا شي اشياء اللي هي غريبه وكملتها وجملتها. ايوا نمشي للوطيل نرتاح، مشات دارت لنا الاشهار للوطيل، يمكن شدات عليه الفلوس، يمكن الله اعلم بعلمي. حنا ما شايفينش، حنا دائما ما شايفينش، حنا دائما كنشوفوا غير اللي كيتعرض علينا، حنا ما عارفين والو من الصح، ما عارفين حتى شي حقيقه، حنا غير داكشي اللي كيبان لنا في الفيديو كنحكموا عليه. السيده تعبانه ومكرفصه والنفسيه منحطه، وكما قالت هي سخفانه ودايخه ودخت بها الدنيا. واخا نقولوا معليش مشات لوطيل، ولاش كتورينا لوطيل وتورينا لي سويت وتورينا الفطور وتورينا علاش داكشي؟ علاش اش من جدوى منه؟ هادشي اللي بغيت نعرفه انا، اش من جدوى؟ انا اللي كنعرف كيبغي يرتاح كيمشي يتدرك ويتخبى ويمشي يرتاح، هادشي اللي كنعرفو اللي كيعرفو كاع الناس. اي واحد باغي يرتاح كيمشي يتخبى، اما في دارو اما في شي بلايصه زوينه والمسافر، ولكن بينو بين نفسه ماشي. شوفوني انا هنا، شوفوني انا هنا، وبرمشه العين بانت الرومانسيه وبانت كذا وبانت هذا وبانت. المهم انا هذا وجهه نظري، كنتمنى انكم تحترموا وجهه نظري، ولكن وكنحترم حتى وجهه نظركم، واخا تكون سلبيه، واخا تكون ردات سلبيه، ردات فعل سلبيه مرحبا بها، ولكن تكون سلبيه في المحل ديالها، ماشي غير نبغيو نديرو السلبي فقط. هادشي اللي بغيت نقول لكم. يلا حبيباتي مع السلامه. الفيديو ان شاء الله هذا تدخل مني الاول والاخير، ما باقيش عاد ندخل في حياه الاخرين، ولكن حيت حاجه مسات الوالدين ستوب، درت ستوب، يعني بركه ما تبقاو تاديو في الوالدين ديالكم، لان انا هادشي ديال الوالدين كان انا حساسه من ناحيته نقول لكم الصراحه. يلا حبيباتي مع السلامه مره ثانيه، والى اللقاء، باي باي.